مصري، الشباب المصري الحقيقة حاجة تفرح وحاجة تدعو للفخر. كلنا فخورين جدا بما حدث أمس، كلنا سعداء جدا جدا بالشكل اللي احنا ظهرنا بيه. الرئيس امبارح حتى بعد نهاية المباراة عمل حديث اتكلم فيه على ان من الممكن جدا ان يكون هذا النظام هو النظام المتبع في مباريات الدوري والكاس القادمة ان شاء الله في البطولة المحلية، في البطولات المحلية الدوري والكاس والسوبر المصري. ان شاء الله هذه البطولات ستقام بنفس النظام اللي احنا شايفينه ده، وبالتالي بشرة ان قد يكون خلال الفترة اللي جاية اذا الامور مشت بشكل جيد ان شاء الله ان الجمهور يعود مرة اخرى مع بداية الموسم القادم الى المدرجات. وهو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده اللي احنا عايزين نشوفه، هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. ان شاء الله الجمهور يعود مرة اخرى الى المدرجات. طيب، حفل افتتاح مبهر، وبالتالي لازم نروح نشوف تقرير عن هذا الحفل وماذا قالت الصحف العالمية. زي ما قلت لحضراتكم كل الصحف العالمية تحدثت عن الإبهار اللي موجود في حفل الافتتاح، حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019، وماذا قالت الصحف العالمية في هذا التقرير.